فايز احمد. فايز احمد انسانه صوتها مليان في الحساسيه والشجن، ورده الجزائريه، صوت قوي. حلو لو 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 قالت برقه يعني. لما بتغني على ناعم يعني مفيش بعد كده في الدنيا، لكن لما بتحاول لما انفعالها ممكن هي ما بتحاولش طبعا، لكن ساعات المطرب ينفعل ويقول فقوالته دي تطلع نوع من انواع الانفعال الكامل، ده بيضيع كتير من حلاوه صوتها. سعاد محمد يا استاذ عبد الحليم. سعاد محمد صوتها حلو جدا، بس ايه اللي ناقصه؟ مش عارف مش عارف يعني، فعلا صوت حلو، صوت فيه احساس كله، لكن في حاجة. هل مفيش جاذبية مع الناس؟ ما تعرفش. مش يعني مش قادر اقول لك ايه اللي ناقصه، انا حقيقي ما حطيتش ايدي عليه لغاية دلوقتي. طب واخيرا نجاة. نجاة صوتها حلو، بعيد عليها انه مش عارف يعني، الفاظها ساعات بتوه يعني، ببقى قاعد مش عارف هي بتقول ايه، فياريت هي تاخد بالها من الحكاية دي. والحكاية دي ممكن كلنا، يمكن انا في الاول ما كانش الفاظي باين، لكن قريت القرآن وجبت مدرس عربي علشان يعلمني ازاي النطق علشان اقدر انطق الكلمة صح، حتى في العامية انطقها صح.